محمد فرغلي، نبدأ كده المفاجآت اللي حصلت. وأنا ما بقولش مفاجآت بصراحة، مفيش حاجة بتيجي وليدة الصدفة. صحيح. في شغل كتير حصل علشان نعمل المستوى ده في بطولة العالم. صحيح. إيه اللي حصل بقى؟ إديني كده من البداية وبعدين نرجع بقى إيه الميديا كانت بتتكلم معاك إزاي؟ أوكي، هو اللي حصل بدأ بجملة أو فكرة هي كانت عندنا لما بدأنا مع المنتخب ده. تمام. أغلب أنا شغلي قبل كده كان مع الرجال والشباب. الحمد لله يعني كان ليا الشرف ان ضربت ابطال كتير موجودين دلوقتي زي سيف الدرع وخالد وليد ومعصر رمضان ودودو، لعيبه ولاد كتير يعني. فكانت الفكره لما بنشتغلنا مع البنات ان احنا يعني عاوزين نعمل حاجه جديده، عاوزين نعمل حاجه تقول لنا احنا نقدر نروح لغايه فين. فبدانا بجمله، هم يعني يمكن فاكرين الكلام ده من 3 سنين كده، كان عندنا محاضره احنا عاوزين نعمل حاجه اللي قبلنا ما عملهاش. الله، ده كان الهدف بتاعنا. حلو قوي. وده اترجم الحمد لله في بعد ماتش كرواتيا. انا فوجئت ان في حاله احتفاء بينا من الاتحاد الدولي ومن المنتخبات ومن الناس المراقبين بتوع الاتحاد الدولي، كلهم بيسالوني. لقيت الميديا بتاع الاتحاد الدولي بتتصل بيا وبتسالني اسئله كتير جدا. ف يعني انا كنت بصراحه يعني مستغرب. احنا سعداء، لو انت جاي ازاي من افريقيا وتكسب كرواتيا؟ بالظبط. كرواتيا دي بتتنفس الهاندبول. بالظبط. صح. بالظبط. وكمان لقيت فاجئوني ان هم بيسالوا على المباراتين او الاربع مباريات اللي احنا لعبناهم. تمام. احنا لعبنا التشيك وسلوفيكيا، دول 4 مباريات اعداد. تمام. مع 4 منتخبات اوروبيه كسبنا. هم قالوا لي كده، قالوا لي انت ازاي كسبتوا الاربع مباريات دول بفرق 30 جون، وازاي ان انتوا قدرتوا تخلوا بسكور تحرزوا 30 تعدي هدف 30 يعني جون، والفرق يبقى بيزيد عن 6 اهداف دايما، وتكسبوا كرواتيا اللي هي فرقه ليها باع زي ما حضرتك قلت، 3 منتخبات اوروبيه. دي كانت المفاجاه بالنسبه لهم يعني. فهي الفكره كلها ان احنا درسنا الاخطاء اللي عندنا، مش الاخطاء يعني، احنا لسه بنكتسب خبرات في مجال السيدات. وهو ده كان سؤالهم برضو، انتوا في الرجال معروفين ما شاء الله ان احنا في الرجال عندنا مستوى عالي، انما في السيدات لسه بننمو يعني، فازاي انتوا قدرتوا تعملوا الكلام ده؟ فاحنا درسنا الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها من تقرير الاتحاد الدولي اللي اتعمل سنه 2018 على الجوانب السلبية اللي عندنا أو الجوانب اللي احنا محتاجين نطورها. وبناء عليه اشتغلنا البرنامج بتاعنا على مدار ال3 سنين دول مع كوفيد أو غير كوفيد يعني. كانت قصة، هم فاكرين الكلام شغالين برضه من التدريب بقى على زوم وحاجات كده، عملنا كل حاجة.